الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصي نفسي وأحبابي من المشاهدين والمشاهدات بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، مع السفينة، إنها ليست سفينة نوح التي كابدت الأمواج، لكن الله تبارك وتعالى عصمها وحفظها، لأن الله عز وجل أمر نوحا عليه السلام أن يصنع السفينة. قال الله عز وجل: واصنع السفينة بأعيننا ووحينا. لكنها سفينة لأناس يعملون في البحر، مساكين، ما إن رأوا الخضر ومعه موسى صلى الله عليه وسلم يقفان على شاطئ البحر، حتى أوقف رئيس السفينة وكبيرها، ثم أمر أحد غلمانه أن يتقدم نحوهما ليركب الخضر، لأنه كان معروف معلوم في هذه البلاد، معروف لأنه من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل التقى. ما إن ركب الخضر ومعه موسى صلى الله عليه وسلم، حتى أصدر صاحب السفينة أن يحمل بلا نول بلا أجرة، تكريما لهما وتكريما لمنزلتهما. فهذا نبي كريم، وهذا عبد صالح، آتاه الله تبارك وتعالى الحنكة والحكمة والعلم والفصاحة والبيان. ولقد أكرم الخضر وأكرم معه موسى صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى البر الآمن أراد الخضر أن يترك السفينة، فعل أمرا عظيما. تخيل أيها الأخ المشاهد، ماذا فعل الخضر؟ اقتلع لوحا من السفينة، أمسك الخضر قدوما واقتلع لوحا من السفينة. انخاضت السفينة بعد ذلك غمار البحر مرة أخرى، غرقت، وغرق من على السفينة. هذا كله أمام من؟ أمام أعين موسى عليه السلام، على مرأى ومسمع من موسى عليه السلام. فنسي موسى العهد الذي أخذه على نفسه ألا يسأل عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني حتى أخبرك يا موسى، حتى أحدثك يا موسى، حتى أقص عليك يا موسى شيئا من خبري. لكن نبي الله موسى نسي، فقال للخضر: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أكرمنا الخلق وركبنا في السفينة بلا أجرة بلا نول وبلا أجرة، وقدم لنا الطعام والشراب، تكون هذه هي المكافأة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تقتلع أحد ألواحها لتغرق السفينة؟ فقال موسى عليه السلام وهو غاضب، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، جئت شيئا عظيما، أمر منكر. هذه السفينة إن خاضت غمار البحر ستغرق بمن عليها من أناس وأطفال ونساء وتجارات. لقد فعل موسى أمرا عظيما عندما رأى المنكر، أنكره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،
فإن لم يستطع فبقلبه، وذاك أضعف الإيمان، وبيده مقصورة على ولي أمر المسلمين ورجاله أو نوابه، يعني في مصرنا الحبيبة من القائمين على الأمن، الجيش والشرطة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر آمنة وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. لكننا كدعاة، لكننا كمصلحين، من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه. فقال موسى عليه السلام: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. وهذا إن دل فإنما يدل على قلة خبرة موسى عليه السلام بركوب البحر، لأنه لو كان خبيرا بركوب البحر وليس هذا شيئا يقدح في علمه أو في عقله، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أدرى بشؤون دنياكم، فدعوة النبي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاء النبي لهذه الوظيفة، أن يتعبد الناس إلى الله عز وجل عبودية صحيحة حقيقية خالية من الشرك والدخل. لكن في أمور الدنيا أنتم أدرى بشؤون دنياكم. فلو علم موسى عليه السلام تقاليد وعادات من يركبون البحر، من يخوضون غمار البحر، لأن الخضر قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعملون هذه مهنتهم. طيب، ويسألني أحد المشاهدين هذا السؤال: بنسبة كم في المئة كان من الممكن أن يركب عمال السفينة السفينة مرة أخرى لينطلقوا في غمار البحر في اليوم التالي دون أن يتأكدوا من صلاحيتها، دون أن يتأكدوا من سلامتها؟ أقول لكم 0%، لأنني سألت هذا السؤال لأكثر من بحار، سألت هذا السؤال لأكثر من صاحب سفينة: كم مرة خط غمار البحر وركبت؟ قال: ولا مرة. لا يمكن إلا إذا كنت قد نويت أن أنزل البحر ليبتلعني البحر، لابد لهذه السفينة أن يستوثقوا منها. ولذلك قال له الخضر بعدما تركه لينهي كلامه، إنه حوار هادئ، مع أن موسى عليه السلام وهو المتعلم يلوم على معلمه، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. يعطيه محاضرة طويلة، ومع ذلك قال الخضر: قال ألم أكل، قال ألم أكل بكل رفق ولين، قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا. مش قلت لك الأمر صعب والعلم هنا شاق ولن تستطيع يا موسى؟ لكن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تعنفني. وكأن الجزاء من جنس العمل، فكما قال يوشع بن نون لموسى عليه السلام: وما أنسانيه إلا الشيطان، ما عنفه موسى بكلمة واحدة، لكن الله عز وجل قال في كتابه: فارتد على آثارهما قصصا. ما عنفه بكلمة، لأنه قال نسيت وما أنسانيه إلا الشيطان. هكذا قال موسى عليه السلام للخضر: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. فمن ستر مسلما ستره الله، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، ما عنفه الخضر بكلمة واحدة: اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.